استقبلت الجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت في مبناها الجديد في العارضية صباح اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر لعام 2012 طلبتها للتسجيل في مقرراتهم الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2012-2013 بعد أن أكمل فرع الجامعة بدولة الكويت وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العليا للجامعة في المقر الرئيسي كافة التجهيزات والترتيبات الإدارية اللازمة لاستقبالهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمن لم يستطع التسجيل في منزله لأي ظرف ما، بالإضافة لاستقبال الطلبة في صالة القبول والتسجيل ومساعدة الطلبة في حل أي معضلة تصادفهم. كما حرصت الجامعة على تواجد الإرشاد الأكاديمي من خلال الأقسام العلمية في تخصصات الجامعة المطروحة داعين كافة الجموع الطلابية للالتزام بالمواعيد المحددة سابقا لمباشرة عملية التسجيل. أن الجامعة العربية المفتوحة تفتخر بتحقيق الهدف السامي لإنشائها من خلال توفير التعليم الجامعي لأكبر عدد من أفراد المجتمع، وحيث أن الطاقة الاستيعابية للجامعة في مبناها الجديد تصل إلى 8000 طالب، وعليه لم تستطع التمكن من قبول أكثر من ثلثي عدد المتقدمين للفصل الدراسي الأول والذين بلغ عددهم 4157 متقدما، مما يدل على ثقة المجتمع بالجامعة، لا سيما وأن الجامعة جهة معتمدة من قبل مجلس الجامعات الخاصة وهيئة الاعتماد البريطاني وفق شراكتها العريقة مع الجامعة البريطانية المفتوحة بالمملكة المتحدة. Thank you.